لا شك إننا اليوم نتحاور في قضية خطيرة نعاصرها، وهي قضية الغزو الثقافي، وليست هذه القضية هي وليدة اليوم، وإنما عانت منها الأمة العربية والإسلامية منذ عقود مضت، وإن شاء الله قد يصل الباحثون إلى قضايا قد تنقلنا إلى واقع ويخلصنا من هذا الغزو. نحن الآن نتأمل أن نصل إلى هذه الحلول، ويمكن أن أشير أيها السادة إلى نقطة لا بد لنا نحن أولاً بتنقية تراثنا من المدخول حتى لا يدخل منه الغزاة ويحاول النيل منه، كما وندعو إلى الوحدة إن شاء الله التي هي التي تحقق الغرض المطلوب. نحن الآن في هذه الجلسة الصباحية أمام باحثين أعزاء، ولنبتدئ بالأستاذ عبد الرزاق أحمد عبد الرزاق من كلية التربية للبنات بجامعة بغداد، بعنوان الهوية الإسلامية مقوماتها ووسائل الحفاظ عليها، فليتفضل مشكوراً. شويه الوقت تدري على اعتبار سلامتك كانه محدد يحددون الامور الى وقت الاذان. اشكرك عيني. سلامتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من بعثه الله للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا بد أن أسجل شكري وتقديري إلى الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المحفل العلمي الكريم، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وليس هذا بغريب على أهالي النجف الكرام. لقد أحسنت الكلية الإسلامية الجامعة بعقد مؤتمرها تحت عنوان الغزو الثقافي لمجتمعاتنا، الأسباب والنتائج. فنحن اليوم في العالم الإسلامي أمام جيل بعدت به وسائل الغزو الفكري والثقافي عن هويته، فأصبح غريباً عنها، لا تكاد تربطه بها إلا مسميات وأسماء تجعل العلاقة ضعيفة، وإلى زوال ونظرة إلى واقع الأمة الإسلامية تعطي صورة واضحة عن هذا التغريب. فالملابس وما عليها من كتابات وصور وتسريحات الشعر التي يحاكي بها أبناؤنا أعداء الأمة أكبر دليل على ذلك. ولأجل ذلك كان الواجب على عقلاء أمتنا أن يعنوا بهذا الموضوع، موضوع الهوية الإسلامية، وإحياء العناية بها واستعادة الوعي الواجب بها، لترتقي الأمة ولتحافظ على قيمها وتماسكها وبقائها، وهي تواجه غزواً فكرياً منظماً تقوده قوى عالمية كبرى. ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث، وهذا البحث ضم بعد المقدمة مبحثين، أولهما خصص للحديث عن مقومات الهوية الإسلامية، وثانيهما لبيان وسائل المحافظة عليها وخاتمة. قد يسأل سائل فيقول: ما هي الهوية؟ ولما كل هذا الاهتمام بها؟ وللجواب على هذا نقول: إن الهوية في حقيقتها ليست مجرد تعريف لغوي، بل هي معايير للعقل والسلوك تحدد معنى الحياة التي لا معنى لها بدون هذه المعايير، وغايات الحياة التي لا غاية لها بدونها. فهي قضية محورية أساسية
في حياة الأفراد والجماعات والأمم. تحديد الهوية ليس ترفاً فكرياً ولا جدلاً فلسفياً، وإنما هو أمر مهم جاد، إذ من خلاله يعرف الفرد والأمة أهدافهم التي يريدونها. ويعد مفهوم الهوية من المفاهيم الحديثة التي بدأت تأخذ اهتماماً خاصاً عند الباحثين في العلوم السياسية والاجتماعية، ويمكن تعريفه بأنه مجموعة العقائد والمبادئ والخصائص والميزات التي تجعل أمة ما تشعر بمغايرتها للأمم الأخرى. ولكل شيء مقومات، ومقومات الشيء هي دعائمه ومرتكزاته التي يقوم عليها. وحيث أن الهوية الإسلامية قائمة على الإسلام، فإن مقوماتها راجعة إلى مقومات الإسلام، وهي عقيدة التوحيد، ثانياً شريعة الإسلام وشعائره، ثالثاً الأخلاق والآداب الإسلامية. طبعاً أختصر للوقت. رابعاً اللغة العربية، وخامساً الحضارة الإسلامية. أما فيما يتعلق بوسائل الحفاظ على الهوية فيمكن تقسيمها إلى مجموعتين: الأولى ما يتعلق بالحماية والدفاع، ويراد بها رد المحاولات التي تسعى لطمس معالم الهوية الإسلامية من خلال تشويهها وتغيير معالمها، بحيث يلتبس الأمر فيها على أبناء هذه الهوية وهم المسلمون أنفسهم وعلى غيرهم، أو من خلال حماية المجتمع من الغزو الثقافي. ويتم ذلك من خلال تقديم رؤى نقدية للأفكار والنظريات المعادية للإسلام والمطروحة في الواقع الثقافي، ليتسلح المسلمون ولا سيما الشباب بالوعي الثقافي. المجموعة الثانية ما يتعلق بالبناء والتأسيس، ويراد به بناء النفس وترسيخ الهوية الإسلامية. ولأجل الوصول إلى ذلك لا بد من: أولاً أن تنهض الأسرة بدورها الحقيقي في التربية وغرس الهوية الإسلامية في ذات الفرد منذ الولادة، ويقف في مقدمة هذا اختيار اسم للمولود يعبر عن هويته الإسلامية، وعدم تسميته باسم لا يمت إلى هويته إن لم يكن يعبر عن فكر معادل للهوية، وأن تستمر الرعاية للنشء وغرس العقيدة الصحيحة في نفوسهم والأخلاق الإسلامية منذ نعومة أظفارهم. ثانياً العناية بالتعليم، إذ العلاقة بين الهوية وبين التعليم علاقة وثيقة، فمتى كان التعليم قوياً مرتبطاً بالهوية ناهلاً منها له أصوله الراسخة، أثر دون شك في حفاظ الناس على هويتهم وتمسكهم بمبادئهم. ولأجل ذلك كانت عناية الإسلام بالتعليم بالغة، وأكبر دليل على ذلك هي أن أول آية نزلت هي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهنا لا بد من التذكير بالدور التخريبي الذي عمل على تسميم الآبار المعرفية لدى أبناء المسلمين، حينما يكون التعليم وفق مناهج مخالفة للإسلام فيخرب العقول والنفوس والضمائر، كما قام بذلك القزدنلو في مصر. ثالثاً العمل بمضامين الهوية وعدم الاكتفاء بالعلم والإيمان المجرد. رابعاً التثقيف الذاتي بما يسهم في ارتباط المسلم بهويته. خامساً القيام بواجب الدعوة إلى الله، لأن هذا يسهم في نقل مفردات الهوية الإسلامية إلى الآخرين. وهنا نحن، وكما ذكر من تكلم، يعني العيب فينا ليس العيب في عدونا، لو أننا محصنون لما استطاع العدو أن يغزونا. ولا شك، يعني مثلا الآن القاعة كانت ممتلئة، الآن حينما بدأت جلسات المؤتمر ذهب الذين يتحدثون عن الغزو الفكري وينتقدون أن العيب في داخلنا، ذهب هؤلاء الذين تحدثوا. ويعني الآن مثلا حتى هذه الجلسات نذكرها دائما، يعني الأستاذ العزيز قال وقت محدد، لكن الآن لو فتحت أي قناة يستضاف الفنانون والرياضيون وغيرهم والوقت مفتوح لهم، لكن حينما يكون برنامج علمي ثقافي إبداعي كل لحظة يشير المخرج انتهى الوقت. هذا هو إذن العيب فينا. وهنا حقيقة أذكر كلمة جيدة قرأتها أو سمعتها في برنامج حجر الزاوية للعالم سلمان فهد العودة، تحدث عن الهوية. ماذا قال؟ قال: لا بد من الحفاظ على الهوية، هناك طريق وهو وجود إرادة سياسية وعلمية وإعلامية، فلا نتأثر كثيرا بالثقافات التي تحاول سلخنا من هويتنا كثقافة الجنس
ثقافة الهمبرجر والأمركة. وكلنا نقول دائما في المؤتمرات في الداخل وفي الخارج نحن نتكلم ونقول ونفعل الذي علينا، ولكن إذا لا توجد إرادة سياسية فكل كلامنا ربما يذهب أدراج الرياح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.